يا سيدنا خلصت البابا وسلم وما يجمعه القرآن الليلة القديسة العظيمة يوم 13 وسمع صيام الثلاثة دول رمضان وشم الضم لمجمع الدير. بقول لكم مبروك عليكم وعقبال الكهنوت والحسابات الكبيرة والدير يعمر. المسيح تسمحوا بالسمع؟ احنا خلصنا تقريبا المؤسسين الكبار بتوع الرهبنة أنطونيوس وخوليوس وكريوس وشنودة ومين كتير أوي. هنرجع بقى إيه؟ للتلاميذ. لصف التلاميذ. أما بخوليوس ليه تلميذ اسمه أما تدرس وتدرس الإسلامي وكان ليه أخ اسمه بخلاتيس برضه نبقى نفكر نسميه برضه بعد كده يعني. دور الجاي. تدرس ده سناوي وغالبا هو اللي نيابة على أم أبو خمس هو اللي أسس الأديرة دي. دير بلقرقس مكتوب كده في تاريخه إنه اللي أسسه أم تدرس وغالبا هنا برضه بلده يعني. وأديرة الصعيد هو اشترك في التأسيس. فتكريما لي هنسمي واحد تدرس وبرضه ربنا يساعدنا وندشن كنيسة الأدرة الجديدة نسمي مذبح باسمه يعني تكريما لي ومحدش سأل فيه من 20 قرن فاتوا يعني فالأقل بلاد يكرموه يعني بعد إذن سيدنا يعني جبت كل واجب السيد. هنسمي تدرس تقولوا اسناوي تلميذ الان بخمس طبعا وسيدنا اعتز باسم بخوم فيبقى لك تلميذ في الدير هنا. والثاني برضه تلميذ الان محمد تاوس كان اسمه سرابيوم هو اللي كتب سيرته. السيره اللي في ايدينا دي كتبها تلميذه سرابيوم فهنسمي واحد سرابيوم. والثالث تلميذ برضه تلميذ إيليا اسمه إيليشا. إيليشا وإيليا اثنين رهبان برضه يعني يعتبر من مؤسس الرهبنة صحيح من العهد القديم لكن هم نواة الرهبنة ودايما لما نقول الرهبنة ليها جذور بنجيب سيرة إيليا وإيليشا ورمية والرهبان بتوع العهد القديم كله. فهنقول لكم مبروك عليكم. احمد ان شاء الله ناويين ولا حد هيرجع في كلامه؟ لا اخر فرصه. قول يا رب اخر فرصه ليكم. موافق يا امين؟ موافق؟ امين موافق يا سيدي. حتى انا استعجل. موافق اهو. ماشي يا ابني انت ابني انت ابني امين ماشي كلام ما تعرفوش بعد كده الرهبنة صعبة وانتوا شايفين اهو نازل الجوانين اللي شايفين اهو ايوه فرصة حتى في دماغك ان انت الطاعة اهم حاجة في الرهبنة والخضوع اهم حاجة في الرهبنة والعمل الايجابي قد ما تقدر تعمل. سمعت كلام مكتوب قدامكم سيدنا الخضر فرصة العزيهة فلسفية فلسفية هيني والنوسي طيب
تدرس ونأخذ على دير القديس العظيم لما نتأس الفخور بجبل الإسنة خلف رأونا في وثنين بشير من المنطقة والمجنة الأمين نفذ مرابط جائفنا تفرد بيب وانتقى تنور آمين مروتين جبير من أغنيس من شيريس وزبير خلصود لنشويس آمين تدرس راهيب على دير خديس العصيب الأنبان التأسف الأخير بجمع الإسنة نفذ مرابط جيب ابن أم أثروا وغلاب مبارك العظيم لما متاس كفوري بجبل أسوان في سمارات جبل منوغانيس إن شيريس بخل الصوب إن شوائن آمين سرابي أورم نمونا أخو سعدي قديس العظيم لما متاس كفوري بجبل أسوان في سمارات جبل ابن أمي ثواب ومبارك لكم فخر بجبل أسفون اسم روت من جبل منوغانيس إن شيريس بخر الصوت بن شوي آمين إيش أمون أخو سعدي القديس العظيم لما نتعز الفخر بجبل أسفون اسم روت من جبل منوغانيس ومبارك ليتو Yeah.
فاحفظوا الوصايا التي أوصيتكم بها وعملوا بها، فإذا عملتم بها عشتم وكترتم ودخلتم الأرض التي حلف الرب لكم ولآبائكم أن ترثوها، وتسكنون الطرق التي سيركم الله ربكم فيها في البرية ليجربكم ويعلم ماذا في قلوبكم إن كنتم تحفظون وصاياها أم لا. فإذا فأذلك وأجاعك وأطعمك المن فالجلية الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، ثيابك لم تبلى ولم تخف رداك ولم تخف رداك هذه 40 سنة ليعلم قلبك أنه كما يؤدب الرجل ولده وهكذا الرب إلهك يؤدبك. فاحفظ وصايا الرب إلهك ليدخلك أرضا صالحة ذات عيون ماء حلوة وتجول وتسكن في الجبال والأرض التي والأرض أرض حنطة وشعير وعنب وتين وزيتون ودهن معسل، أرض لا تأكل فيها خبزا بالمسكنة ولا يعوزك فيها شيء، والصبح لله دائما أبدا.
من يشوع من السلام وبركاته على جميع العالمين. يا ابني اذا تقدمت لتعبد الرب الهك هيئ نفسك بالتجارب الكثيره، شدد قلبك واحتمل واصبر ولا تنحل، التصق بالرب ولا تبتعد عنه لتنمو في اخرتك. اقبل كل ما ياتي عليك بتواضع قلب وطول روح، لان الذهب يجرد بالنار والمختارين من الناس بالهواء. توكل على الرب لينصرك، قاوم طرقك وترجاه، فان الخائفون الرب يتبجون الخيرات والحياه الابديه والرحمه والسفر الله دائما ابديا. اشكر يا رب المرضى شارعك وعلى ما نقاط المرضى بكل مرض انت على بعض المسكن وكل مرضى المسيح لنا وعلينا وعلى معرفه الشفاك لنا خطايانا يا رب قدوس
أما شعرك فليكم البركة الوفروف رواد رواد إصطعنا لتخمتنا. إيه أنتم بيس من كريا ليسون كريا ليسون خيرو مسمين. بالحقيقة هم من إله واحد فضل إله فضل بالكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى لهم من رب واحد يسوى ابن الله الوحيد المولود من الآية صبر كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في جوهر الذي به كان هذا الذي من أجلنا نحن بشر من خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس مريم العذراء والآن تصل معنا على عهد الله سبحانه وتعالى من خبرة قائم بين الموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وأيضا يأتي في مهده إلى دين الأحياء والأموات الذي ليس من طين قضاء نعم نوم الروح القدس الرب نوح القسم الآب نجم له المجيد ومع الآب وللنار في الأنبياء والكنيسة وحتى المقدسة الجامعة الرسولية وننتظر قيامته أعطيهم ويانا نصيبا
ومراسا مع كافة القديسين يا رب ارحم. أيها السيد الرب دكتور كل ساكن في العالم ناظر متواضعين عارف ما كان من البدء ما يكون الآن الذي يعرف الخفايا والمكتمات الفاحص عقل البشر والعالم لما قبل كونها. انظر يا رب من عبودك المقدس مسكنك المعد على عبيدك هؤلاء الذين اتوا اليك مبتدئين بسيره الروحانيه التي للرهبانهم. قوم يا رب سعيهم هب لهم طاعه كامله ليكونوا في موت من جهه الالم الطبيعيه لكي من قبل قص شعر راسهم يطرحون عنهم الاعمال الرديه ويقبلون معونة نعمة الروح القدس. نعم أيها الرب إلهنا اصنع معابيد الخير والنعمة ليشتاقوا إليك بقلب طاهر كامل ونحن على عمدهم شهوة تنفح كميرك الطيب يهربوا بالكمال من الشهوات والملاذ الجسدية من العالم المضل ومن كل الأرواح الخبيثة ويستحقوا كرمك الروحاني لكي تقربوا في كل زمانهم بالصبر والعفاف والتعب والقربة والبداعة والنسك والتواضع بسيرة نقية مملوءة من الفضيلة في وصاياك وأوامرك لاستحقاق الدعوة التي يدعو إليها ليستحقوا أن يعملوا بالفضائل الكاملة ويتأملوا الأسرار بالمنظر ويكونوا وارثين للفرح الذي لا يوصف وينال الميت في ملكوتك بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي ينبغي له الميت مع Amen.